طيب شباب، نستأنف نحل المسائل. حلينا مثال رقم 5، نروح مثال رقم 7. 7 قال لي إذا كان لديك متجهان أداك A و B معرفان على الشكل الآتي، قال لك A 3i زائد 4j، وقال لك B 5i ناقص j يعني 1j. أوجد حسابيا مركبتان السينيتين والصادين، ثم احسب مقدار واتجاه كل من. طيب يبغى A زائد B وB ناقصا A. في البداية قال له أوجد المركبتين السينية والصادية اللي هو AX و AY. طيب طيب في البداية نجمع الـ A مع الـ B، عشان نكتب الـ A بتساوي 3i زائدا 4j وأعطاك الـ B 5i زائدا 1j او j. طيب المركب السينية والصادية اللي هو اكس، اللي هو ما اظن حجيب لك سؤال زي كذا، بديك هذا بقول طلع مركب السينية. هذا لا لا ناقص 1j او ناقص j ناقص، ها واحد صحيح جي. يعطيك العافية. يس او جي. طيب نجمع جمع بسيط، بس انا في السؤال هذا التريك اللي فيه او المفهوم اللي تفهمه انه A زائد B تختلف عن B ناقص A، في الطرح بيفرق عندك، في الجمع ما تفرق، الجمع بدالي، بس في الطرح بتفرق اذا اختلفت عندك. فأول شيء نجمع اللي هو اللي طلبه A زائد B، فنبدأ 3i بجمعه مع 5i بيعطيني 8i والأربعة ناقصا 1 بيديني 3. يعني خالد زي كذا، انت بتحط 4 اشارتها موجب ناقصا 1، او بتحط زائدا ناقصا حتى تو مع الاشارات. فانت خلاص اعتبر حط الاشارات اللي موجوده عندك تمشي عليها ناقصا. ممكن في الطرح يختلف عندك في الموضوع، بس خلنا على الجمع دحين اللي هو 3j. كذا انا جبت اللي طلبه في السؤال الاول. نروح الفقره اللي بعدها، قال لي ابغى بي ناقصا A. طيب بيساوي حقول 3 في الطرح، لا في الطرح لازم احط شرط الناقص، ناقصا 5 حيصير سالب 2 اي. بعدين حقول معلش عكس، هذا اللي اقصده اللخبطه، هو عشان بي ناقصا A مو A ناقصا B. لو A ناقصا B حيكون سالب 2، بس عشان B يصير 5 ناقصا 3 فيجيك بالموجب اللي هو 2i. تختلف عندي السالب ده بيحطك الحل كله خطأ. بعدين عندي ال B اللي هو سالب 1 ناقصا 4 سالب 5 جاي، طبعا هناك i. هنا سوينا فقرة ثانية اللي هو الطرح. أنا اللي أبغاك تفهمه، شوف الجمع حلينا عليه كذا كذا مثال. أهم شيء عندي شباب الطرح، الطرح مهم، الطرح يلخبط، الجمع ما في لخبطة كثير. وركز هو بدأ من فين،
وقال لك A ولا B. هذه بشكل عام في المنتجات يا شباب قاعدة انت اعرف من فين بدأ. يعني لما يقول لك في السؤال اوجد A cross B انت راح تبدأ من الA. مختلفة تماما لو قال لك A B cross A. يعني الضرب يعني حط قاعدة في راسك انت انه الضرب الاتجاهي او خلنا نعممها على الجمع والطرح غير ابدالي. التزم باللي يعطيك اياه في السؤال. بي ناقصا اي ما هي ما تساوي اي ناقصا بي. اختلف. طيب شباب صوروا الحل وحلوها عشان ما هي موجوده بالكتاب. طيب مثال بعد لو 2-8 نفس الفكرة. قال لي جمع A و B بنحل في 8 اللي هو A ناقصا B. عشان الجمع حلينا عليه كثير ناخذ مثال على الطرح بس. هو قال لك عندك متجهين نفس الفكرة اداك A واداك B. قال لك اوجد A زائدا B. يعني هي صيغة السؤال هذا ممكن تجيك A زائد B بدون ما يقول لك جمع المتجهين طرح المتجهين يديك بس العوامل الرياضية. فنحل A ناقصا B. أول حاجة نكتب المتجه بس اللي معطيك إياه. أعطاك A بتساوي 4i ناقصا 3j زائدا k. قلنا يعني معناته في 1k. وداك ال b اللي هو سالب i يعني سالب 1i زائدا j معناته 1j زائدا 4k. طيب انا باوجد اللي هو A ناقصا B. طيب يساوي اول حاجة حقول 4 ناقصا 1 حيصير عندي 3 I. بعدين حقول سالب 3 ناقص نفتح قوس نحط الواحد. هذه اللي في السالب عندي. في السالب الموجب تسوي زي كذا عشان تختلف عندي بالإشارة. يصير عندي سالب 4 ج. وآخر شيء حقول اللي هو 1 ناقص وافتح قوس 4 بالموجب حيصير عندي سالب 3. فكده حلينا المثال الثاني. كده شباب خلصنا الوحدة. إن شاء الله الأسبوع القادم حنبدأ في الوحدة الثالثة. طبعا في أمثلة هنا شباب اللي يبغى يحلها نفس الفكرة. أداك سؤال 9 أداك A و B و C. يعني اللي يبغى يتوسع ويحل عليها مسائل اكثر كلها نفس الفكره. وهنا مسائل كمان زياده اللي بيتمرن. ان شاء الله الاسبوع القادم حنبدا في الوحده الثالثه اللي هي القوه الحركه. ان شاء الله بكره محاضرتي حتكون مراجعه الوحده هذه عشان فيها قوانين كثير وفيها لخبطه. فاللي ما اللي عنده سؤال او الوحده بشكل عام واضحه معاه وبكره محاضره مهمه. هي كل محاضره واحده حنلخص فيها القوانين والقواعد العامه
حتساعدكم كثير، حتى اللي فاهم حتساعده. يعطيك العافية يا أستاذ. بالنسبة خالد اللي سألني على الأسماء اللي سلموا الوجبات، طيب اللي سلم الوجبة من سامعك؟ خالد ومشاري، والنعم فيكم بالحاضرين كلهم. طيب الوجبة الأول خالد الظاهري ومحمد صالح وراكان الشمري وسلطان محمد العنزي، وفي واحد بس دقائق ارسل لي على الواتساب ناسي اسمه دقائق. اللي هو عبد العزيز السماري، هذا الواجب الاول. استاذ مشاري عبد الله. ايه قلت مشاري انا. والله ما سمعت اسمي المادري. مشاري عنيزي صح؟ ايه نعم طال عمرك. ايه ايه مسلم مسلم. الواجب الاول سبعة اللي سلم، الواجب الثاني اللي سلم لي يا خالد الظاهري و وراكان سلموه في أظن ثاني يوم أو نفس اليوم، فالله يجزاهم خير كانوا من الأوائل. بعدين مشاري العنزي ومحمد الذياب فقط، هذا الواجب الثاني، الباقي ما سلم. طيب أستاذ الله يسعدك. الله يبقيك. ألو. طيب شباب الحاضرين يكتبون أساميهم، واللي عنده سؤال يتفضل. أستاذ تفضل. الواجب الأول أنا سلمتك يا أرسلت على الإيميل محمد اليامي. محمد اليامي وصل للواجب الأول. الواجب الأول أيوه. يعطيك العافية. أنا ما قبلت الاسم. يعطيك العافية. شباب اللي ما سلم الوجبين طاحت عليه 20 درجة، بس يقدر يعوض لسه باقي وجبين. هذه 20 وباقي الكوز 10 والحضور عليه 30 واختبار النهائي يعني لسه ما راح شيء، فعوض يا شباب. طيب شباب يعطيكم العافية، الله سنحاول تيام كيف. الله يعافيك، يعطيك العافية أستاذ.